يسعد مساكم تبعاتي، ان شاء الله دائما تكونوا باحسن حال. ورجعنا لمطبخنا وطبخاتنا، واليوم وصفه جديده بعد ما سافرت الوالده والحمد لله على سلامتها. اخذنا اجازه حلوه، ان شاء الله يا رب الله يجمعكم كلكم مع احبابكم وهم في احسن صحه واحسن حال يا رب. راح استخدم اليوم معاكم لتحضير وصفتنا الرز الشعران. دائما تسالوني عن الرز اللي بستخدمه لتحضير وصفاتي. من سنين وانا بستخدم رز الشعلان، من اجود انواع الارز الموجوده بالسوق. في منه نوعين، في المزه وفي العنبر. المزه للكبسات المقلوبه مع اليخني والطبخات، العنبر للمندي، للبرياني، الكابلي، يستخدم للعديد من الوصفات. جوده عاليه لهذا النوع من الارز، وكمان بتلاقوه في اي سوبر ماركت. حتلاقوا ارز الشعلان موجود بالنوعين، سواء 10 كيلو 5 كيلو حتلاقوا اللي انتو تحتاجوا له. عن جد رائع، كتير كتير تسألوني عن الرز اللي بستخدمه، هذا هو الشعلان. راح اوريكم طول الحبة وجودة الارز. شوفوا جودة الارز وطول الحبة، هذا رز البسمتي وهذا العنبر. شايفين نظافة الارز؟ ما شاء الله تبارك الله. شوفوا من 70 سنة شركة الشعلان موجودة بالسوق. لو سألتوا أمهاتكم راح يحكوا لكم أنهم جربوا وأنه من أجود أنواع الأرز الموجودة بالسوق. لكبسة الحاش البيضة راح استخدم رز الشعلان مزة. بالبداية راح ننقع الأرز على بال نطبخ اللحم. طبعا أطيب حاجة تستخدم سنام الجمل لطبخ أي لحم حاشي أو لأي طبق عموما، لأنه دهن صحي. راح نذوبه، راح أضيف البصل، ممكن تشيلوا بقى الدهن، ممكن تخلوه اختياري حسب ما بدكم. عندي هنا هيل، قرفة قرنفل، ورق غار، زنجبيل، كمان ليمون ناشف. هنا عندي كزبرة وكمون وفلفل أسود، راح أحطهم بالصفاية تبعت البهارات، بعدين أحطهم عشان بدنا الكبسة يضل لونها أبيض، ما بدنا نحط بهارات مطحونة. هقلب البهارات شوية مع البصل عشان تطلع نكهتها، بعدين راح أضيف التومة. التومة مهروسة تقريبا 3 حبات. التومة ما بنتركها تتحمر، بس شوية حنقلبها، وعلى طول حضيف اللحم على طول. خلاص قلبتها، حضيف اللحم ونقلبه. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اللحم لازم ياخذ كفايته بالتقليب، كل ما تقلب واخذ وقت اكثر كل ما طلع عندي اطيب. اضفت فلفل احمر او اخضر، راح اصب الميه. ما حنكتر ميه، بس حسب احتياج الرز. راح اضغط اللحم نص ساعه، وبعدين نرجع نحط الرز ونرجع نضغطه. ضغطت اللحم 40 دقيقه مش 30، لان كميه ولان القطعه مش صغيره. راح اضيف الملح، بعدين راح نضيف الرز طبعا اللي نقعناه. خلاص كده زبطت الملح وحطيت الرز، ما حكتر مرق لاني نقع الرز. راح اضغطه بس 12 دقيقة. طبعا لا تنسوا بس يصفر القدر توطوا النار واتركوه 12 دقيقة. كبستنا صارت جاهزة وما شاء الله تبارك الرحمن. شوف الرز، شوفوا ما شاء الله، شايفين ما شاء الله تبارك الرحمن. شوفوا كيف نثري، شوفوا شوفوا ما شاء الله، شايفين سامعين صوت الرز، شوفوا ما شاء الله. كبسة حاشة بيضة على كيف كيفكم. يا ريت بس نقدر نوصل لكم الريحة والطعم بالجوال. ما شاء الله تبارك الرحمن. شوف الرز كيف نثري والحبة طويلة. بالعافية، وصفة سهلة وما في ألذ. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين اللحم كيف دايب ما شاء الله.
تشوفوا. لازم تجربوها، لازم لازم تشهي والله طعم ولا ألذ.